هذا العمل الرائع بقي مغمورا ومجهولا لدى أغلب القراء والدارسين، إلى أن أخرجه من عزلته الصامتة الفيلسوف الإيطالي الكبير بنيديتو كروتشي في النصف الأول من القرن الفارط، أي القرن العشرين. ومنذ ذلك الحين دخل بقوة في النقاش الفلسفي العالمي، وانكبت جل اللغات على ترجمته، وها أنه بفضل هذا الإنجاز يصبح متاحا للقراء والباحثين العرب. هذا الكتاب يعتبر من الكتب المحورية في تاريخ الفلسفة وفي تاريخ الفكر الغربي، وكان من الكتب التي أثرت كثيرا على المفكر العربي إدوارد سعيد، الذي يعني له إصدارات جليلة حول الاستشراق تحديدا. هذا الكتاب ظهر عام 1725، يعني في مسألة أنه يمكن إدراك الطبيعة وعلوم الطبيعة بشكل يقيني، ورفض هذه الفكرة انطلاقا من فكرة أن الإنسان كائن ناقص، وبالتالي إدراكه لما خلقه الله، لأن الطبيعة خلق الله، فإدراكه للطبيعة سيكون ناقصا بالتأكيد. هذا الكتاب الذي تأخرت ترجمته إلى الثقافة العربية ينطوي على فوائد جمة، بينها تسليط الضوء على منهج مختلف عن المنهج الذي ساد له، هو المنهج ديكارتي، إذ إن جون باتيستا فيكو كان بخلاف المنهج ديكارتي التحليلي يدافع عن ما سيصطلح عليه بالمنهج أو الفكر المركب. فيكو لم يكن مجرد أستاذ البلاغة، فالرجل كان أشتاتا من فيلسوف ومؤرخ وقانوني وناقد وقارئ عظيم للنصوص في كل مجالاتها. هذه السعة انعكست بشكل واضح على موضوعات الكتاب ذاته. هناك كذلك الطرافة في الكتاب ذاته، الكتاب مكون من أو يشتمل على 5 كتب أساسية، ولطالما أشار الباحثون أن التقسيم الذي رعاه فيكو في كتابه هو في حد ذاته مدعاة للتأمل، والأمر يقال الأمر ذاته يقال على اللغة التي استخدمها فيكو في تعبيره عن أفكاره. إن ترجمة دار أدب السعودية لكتاب الفيلسوف الإيطالي جيوفان باتيستا فيكو العلم الجديد لا تشينسا نوفا إلى اللغة العربية لحدث غير عادي واستثنائي بكل المعايير، فلقد انتظرت المكتبة العربية طويلا ترجمة هذا الكتاب الذي يعد من عيون الكتب الفكرية الأوروبية في العصر الحديث. أهمية هذا الكتاب تكمن في أمرين أساسيين: الأول كونه من الكتب التأسيسية والمرجعية في مبحث فلسفة التاريخ، والثاني كونه من الكتب الضرورية لفهم السياقات المعرفية والفكرية والثقافية الأوروبية في ذلك الوقت وذلك العصر، أي عصر التنوير.